بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مشاهدينا الأعزاء، مشاهدينا طلبة الصف الثالث المتوسط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أروع مناجات الإمام الحسين عليه السلام لربه في دعائه يوم عرفة قوله وهو يخاطب الله سبحانه وتعالى قائلا: عميت عين لا تراك، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك. وقوله أيضا في نفس الدعاء في موضع آخر: ماذا وجد من فقدك، ماذا فقد من وجدك. فمن جوار قبره سلام الله عليه نبث لكم هذه الحلقة الجديدة والأخيرة من برنامج دروس تعليمية على الهواء مباشرة، والدرس الأخير هو في مادة اللغة الفرنسية للمدارس المشمولة باللغة الفرنسية فقط. معنا في الاستوديو كل من الأستاذين الفاضلين، الأستاذ حيدر العزاوي من ثانوية الذرة للمتميزين، أهلا وسهلا بك أستاذ. والأستاذ حيدر السعدي من إعدادية عثمان بن سعيد، أهلا وسهلا بك أستاذ. بداية أستاذ حيدر، طبعا هذا الدرس الأخير بالنسبة للطلاب الثالث المتوسط، نعم. وقد أنهوا وتعبوا من المواد الأخرى بالنسبة لي، طبعا فقط المدارس المشمولة بهاي اللغة، اللغة الفرنسية، قد يكون عندهم فد نوع من يعني الضجر والملل والخوف، فمن عندك فد كلمتين حلوة تطمنهم، تزيد من طاقتهم الإيجابية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، صدق الله العلي العظيم. بالنسبة للدرس الأخير اللغة الفرنسية للصف الثالث، طبعا المنهج القديم مو الحديث، لأنه أكو منهجين، المنهج القديم هو هذا هسه اللي نعمل به. بخصوص الأسئلة، الأسئلة جدا بسيطة، باعتبار أنه الأسئلة كليتها من نفس المنهج، من نفس الكتاب، يعني أي شيء خارجي ما موجود، فقط من المنهج، ملتزمين بالمنهج. الأسئلة من ضمن الكتاب ومن ضمن اللي درستوه داخل المدرسة، أي شيء، أي كلمة خارجية ماكو. والمواضيع هي مواضيع روتينية معادة، يعني منهجية من نفس المنهج، أي شيء جديد ما بيها، نفس هذه مفردات، أزمنة، ضمائر وصل، مؤنث ومذكر، بس هاي يعني ماكو فشي مثلا جديد مثلا اللي يتعبكم أو اللي يأذيكم، فقط من داخل المنهج ومن داخل الكتاب. هو هذا كافي بالنسبة يعني اطمئنانهم فقط، بس هذا. أحسنتم أستاذنا، شكرا جزيلا. بالنسبة للأستاذ حيدر السعدي، بالنسبة يعني مادة اللغة الفرنسية لهذه المدارس المشمولة فقط، طبعا طلبتنا المشمولين بهاي اللغة، بس أريد تبين لهم هيكلية الأسئلة شلون راح تجي، سؤال الأول على يا موضوع، سؤال الثاني يعني المتعارف عليه بلا زحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تحية كبيرة إلى جناب الدكتور علاء نصر الله على الجهود المبذولة في تقديم دروس تعليمية للصفوف الثالث متوسط والسادس إعدادي، والشكر موصول إلى قناة كربلاء الفضائية وكل العاملين في قناة كربلاء الفضائية. بالنسبة لطلابنا الأعزاء، طلاب الصف الثالث، إن شاء الله يعني يوم غد هذا المنهج اللي أنتم تدرسوه هو النوفوسون فونتير، هو راح يكون باشر امتحان فرنسي، وآخر يوم تمتحنون به، وهذا المنهج هو آخر نسخة راح تمتحنون بها، وأنتم يوم غد يعني هذا الكتاب القديم راح يغادر، يعني مؤكد الأسئلة تكون سهلة، يعني راح يجي منهج جديد الجني غاسيو، فالأسئلة هي نمطية مثل ما تجي كل سنة، يعني اللي ينضاف على الأسئلة إن السنة اللي نمتحن إحنا بدون حذوفات، يعني الحذوفات اللي كانت بال 2019 وال 2021 هسه نمتحن بدون حذوفات، يعني حذوفات اللي صارت من وباء كورونا. الأسئلة إن شاء الله بسيطة، وما عندنا في شيء يعني غريب. الأزمنة نضاف لهن، العام امتحنوا الطلاب بأربع أزمنة، سنة سبعة، المؤنث مهم، المؤنث
التعويض ضمار التعويض لبخون اوغولاتيف، يعني السؤال هذا عليه 15 درجه. نقل الكلام المباشر يعني نقل الغابوقتين ديسكور، نقل الكلام مباشر وغير مباشر عليه 10 درجات. وعدنا الاستفهام، ادوات الاستفهام يعني الكلمه تحت خط، السؤال يعني ست جمل يجن، يعني الطالب يكون يجاوب 5. يعني احنا ننبه الطلاب، احنا سؤال كامل ما عدنا حذف، يعني سؤال كامل يعني جاوب جميع الاسئله، عدنا ولا ترك فرع، يعني يكون الطالب يجاوب يعني عده ست جمل يجاوب 5 من عدن، وبس سؤال الازمنه راح يجي 11 جمله يجاوب 5، يعني يجاوب العفو 10 من عدن، ما يعني عندنا ترك ضمني، كل سؤال وكل فرع بيترك نقطه واحده. اي صح، نقطة واحدة. عندنا الادفيرب العام ما داخل، كان ما موجود السنة، موجود الادفيرب، والمهم السنة هو ضمائر الوصل، لأن ثلاث ضمائر وصل لازم ينتبه عين الطالب، لأن السؤال محتمل كبير يجي لأن عليه هذا 10 درجات. والمحاورات يعني تجي بثلاث أشكال، يا أما تجي صح وخطأ، ويعني هذا أو يجي الإسقاطات، وأغلب الأحيان صح وخطأ وإسقاطات، أو يجي سؤال مباشر. محاورات اللي موجودات العام كان 4، هالسنة 6 مطلوبات. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. أحسنتم أستاذنا، شكرا جزيلا. أعزائي طلبة الصف الثالث المتوسط، نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام الموجودة أسفل الشاشة. أعود إلى الأستاذ حيدر العزاوي. نعم. أستاذنا دني شنو معلقين على السبورة، ما لي أوراق دني في موضوع أستاذ حيدر. تفضل أستاذ حيدر، تشرح لنا على ما يجينا اتصال. ما شاء الله، يا الله من نابل. اهلا وسهلا سان. يا الله عزاء نقطه، احنا عندنا موضوع هذا هنا. هذا شوفون، اول شيء لازم الطالب يتعلم، اول شيء لازم نعرف منطوق السؤال، لان بعض الطلاب منطوق مرات يتوهم بمنطوق السؤال. احنا عندنا طريقتين الى فهم منطوق السؤال، يا اما نعرفه من السؤال، مثل كلمه فيرب يعني فعل، او نعرفه من سياق الجمل. هذا السؤال الوحيد اللي سؤال يجي الفعل بين الاقواس، يعني بين قوسين وكاتب قدامه، يعني هل يريد هذا الزمن بالمضارع، او يريده بالماضي، او يريده بالمستقبل، او يريده يعني احنا عندنا مستقبل اثنين، فتيخ سام وفتيخ بخوش. هسه هاي نسخه اجت بالوزاري، لكن انا مكثر الجمل لانه يجي 11 جمله على مود تعرفون. مثلا هذا الفعل فونيغ، وهي من اهم الافعال اللي تتكرر، من اهم الافعال. هذا هنا راده بالامباخ، يعني بالماضي، بالماضي المستمر. هذا يصير هالشكل مالته. هنا المطلب شنو يكون بالفتيخ بخوش. هذا الفعل نسوي بالفتيخ بخوش، يعني هذا الفعل يكون بالمستقبل، وهو من ابسط الازمنه بالمستقبل. الفتيخ بخوش مستقبل قريب. هاي الجمله الثانيه ايضا يريدها بالمستقبل القريب، وتصير بهذا الشكل. هذه الجمله هنا عندنا بالبخيزون، البخيزون يعني المضارع اللي هو نفسه بالانجليزي. الماضي المركب من الازمنه المهمه للمنهج الجديد والمنهج القديم، يعني الازمنه واكثر شيء يعني يجينا على الفتيخ بخوش وعلى الباسا كامبوزيا وعلى البخيزون. باسا كامبوزيا عندنا الادخل افواغ مع التصريف الثالث للفعل. هذه الجمله صار الحل مالتها بهذا الشكل. هنا عندنا بالبخيزون حليناها بالبخيزون، هذا الفعل من المجموعه الثالثه، عندنا افعال مجموعه اولى تنتهي بالاو اغ، مجموعه ثانيه تنتهي بالاي اغ، مجموعه ثالثه هي شواذ اللي تنتهي بال يعني بالاو اي ار يعني او تنتهي بالاغ او. فهذه الافعال. عفوا هنا عندنا زمن، بس ناخذ اتصال ممكن. معانا علي من كربلاء، تفضل يا علي. الو علي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام عزيزي، تفضل. استاذ ممكن تشرح موضوع الادفير؟ ممكن شرح؟ نعم. الموضوع الأدبير. نعم. سؤال ثاني، هل يوجد مفاضلة بين الإنجليزي والفرنسي؟ مفاضلة، أي نعم، أخو موجودة. أكو مفاضلة؟ نعم. أي مفاضلة. ما بعد سؤال آخر عندك علي؟ لا شكرا. ممنون، أستاذ يجاوبك على الس. انتبه عين هذا السؤال هسه نجاوب عليه، كملنا. هذا الأدفيرب بابا علي اللي سأل علي والطلاب الآخرين. هنا عندنا الأدفيرب، أدفيرب يعني ظرف. الأدفيرب ظروف. شلون نحول الكلمة إلى ظرف؟ لازم نحول الكلمة قانون المؤنث نحولها للمؤنث، وقانون المؤنث الكلمة اللي تنتهي بالاف يقلب إلى في يعني في اي، وتنتهي بالاكس يقلب إلى اس اي. والكلمات الأخرى مثلا الكلمة تنتهي بحرف الاكس قلنا اس اي، والكلمة اللي تنتهي بحرف السي نضيف لها اتش اي. فنطبق عليه هذه الكلمة، مثلا هاي الكلمة انتهت بالاف، هاي رقم 2 شوفوها،
هذا يقلب الاف الى في اي ونضيف ام اي ان تي، هاي الظرف نحول الكلمه نحولها للمؤنث ونضيف لها ام اي ان تي. هاي كلمه الام اي ان تي عندك انت كل سؤال موجود الرقم هذا مثلا 10 بوينت 10 سولم يعني فقط، فهنا منها تقدر تاخذ الكلمه على مود لا تخطئ بها. الكلمه اللي تنتهي بحرف الاي او حرف اليو الاي اي واليو هاي دايركت نضيف لها ام اي ان تي. عندنا بعد كلمات مهمه اخرى، الكلمه اللي تنتهي بالاي ان تي، كلمه اللي تنتهي بالاي ان تي او الاي ان تي نحذف اخر حرفين، هذه مثل هاي الكلمه نحذف اخر حرفين، هنا رقم أربعة نحذف اخر حرفين نضاعف الام ونضيف اي ان تي. وعندنا هناك ظروف ثابته لا تتغير مثل فيت والبيان، هذه الكلمات والمال نكتبها نفس الكلمه. سؤال هذا يجي ومحتمل كبير يجي، محتمل كبير يجي لان هذا العام ما موجود. كلمات ثابتة، ست كلمات يجن تجاوب خمس كلمات من عندهن. نيجي هنا إلا سألنا علي على موضوع المفاضلة. بابا المفاضلة خلي فهمها الطالب، المفاضلة مو يعني الطالب ما يروح يمتحن فرنسي. البارحة خابرني واحد يقول لا المفاضلة يعني أنت بمدرسة المتميزين أو بالمتفوقين معدلك على متبقى مدارس، هذه المدارس لازم معدلك أعتقد 80 وفوق، فإذا درجات يحسبون الأعلى إذا واحد درجات قليلة يحسبون الأعلى الفرنسي أو الفرنسي أو الإنجليز على مود هل هو يبقى بالمتميزين أو يطلع من هاي المدرسة. لكن لازم كل طالب يعني لازم ينجح بدرس اللغة الفرنسية إذا كان بالسادس وإذا كان بالثالث. درس اللغة الفرنسية حالة حال الإنجليزي والرياضيات، يعني محسوب عندك النجاح والرسوب. هنا عندنا بهذه هنا عندنا انتبه عزيز الطالب، هذا سؤال عليه 10 درجات كل سنة يجي. هذا الغابورتي اندسكور يعني نقل الكلام من المباشر لغير المباشر. هذا السؤال ممكن نعرف منطوق السؤال من هذه الكلمة، والسؤال الوحيد اللي يجي ست جمل تجي جملة بها علامة استفهام وعلامة تعجب ونقطة. نحفظ عبارتين بإيل ديت وإيل دوموند. الجملة الخبرية نقول إيل ديتكم ونكمل الجملة، إذا كان أقواس نحذف الأقواس. إذا جملة تكون أمرية ونعرفها الجملة الأمرية من علامة التعجب، من علامة التعجب نقول إيل دوموند دو، ونعيد الفعل هذا الى المصدر، الرجعه للمصدر، يعني يا اما ينتهي بالاي ار او الاي ار او الار اي. الجمله الاستفهاميه اذا كان سؤال الاستفهام باستخدام ادوات الاستفهام نضع نفس اداه الاستفهام، هاي وايد طلاب يخطئون بها. يعني الجمله الاستفهاميه نخلي نفس اداه الاستفهام، اذا كانت اداه الاستفهام الاو اين او هاي الجمله رقم اثنين الكونت باختو ايل دومون كون. لكن هنا الجمله اذا كان اخلي بها سي مثلا جمله رقم خمسه، هذه الجملة نخلي بها سي لأن ما عندنا أداة استفهام، إذا كانت موجودة أداة استفهام نضع نفس أداة الاستفهام. وهذا السؤال يجي عليه 10 درجات. سؤال المؤنث لأن هو لو يجي adverb لو يجي مؤنث، سؤال المؤنث سهل وكل سنة إحنا يعني نمر بهذا السؤال. هذا السؤال أيضا على الـ على adverb. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. أحسنتم أستاذنا، شكرا جزيلا على الإيضاحات. ما ادري استاذ حيدر اذا عندك اضافه او موضوع اخر تبي. اي مواضيع اخو كثيره. بلي زين يعني موضوع عصب اي ماشي مالت التعويض ما ادري التعويض ما اعرف ذني اللي يسالوه الطلاب هذا دائماً. موضوع شائع اساسي هو ومهم وعليه 15 درجه اي هذا العدد كلش مهم وضح فاذا تسمح لي تفضل تفضل استاذنا تفضل يعني اشرح لهم المؤنث فالشيء ما اكتب انا على الصفر ان شاء الله اي نعم تفضل استاذ يا الله الى ان يكتب استاذ ان شاء الله اعزائنا الطلاب بابا احنا ما نخاف من الامتحان، الامتحان متعودين عليه وامتحان الوزاره ترى اسهل يجي من الشهريات لان متنوع وكل سؤال اللي بيسجل جمل في الغالب ثلاث جمل بسيطه جدا يعني اي طالب يحلها، تبقى جملتين للطالب اللي قاري يعني طالب والطالبه اللي قاري يعني اللي امتاع تعبان ولا ماكو يعني ماكو طالب يعني اذا مثلا يقرا له باليوم نص ساعه يعني باليوميات يقرا يقدر يسيطر وياخذ فوق الثمانين. من المواضيع مثلا يسالون الطلاب على الموضوع في الغالب على المحاورات. احنا عندنا المحاورات دينا لو تجي صح وخطا لو تجي اختيارات يعني اي وبي لو تجي اسقاطات او يجي سؤال مباشر. شلون نحفظ هذني؟ اول شيء نحفظ الشخصيات، مثلا عندنا مسيو دوبوي اجي على هذا الشخصيه مسيو دوبوي كم يوم اختفى؟ هذا ديسباغو كنز يعني 15 يوم، هذه كلمة 15 ركز عليها اختفى. عندنا جوني بغيتان، هذا جوني بغيتان سوى حادث ان اكسيدون دو فواتير
الغيست الوبيتال، ايش قد بقت بالمستشفى؟ 4 ايام. اذا اميز رقم 4 اللي هو جوني بغيتان بقت بالمستشفى. مرات لما يجيب صح وخطا يبدل الارقام، يقول مسيو دوبي اختفى 4 ايام فهذا خطا، او يقول جوني بغيتان بقت بالمستشفى 15 يوم هذه خطا. عندنا يعني ذني شنو قصص عندكم؟ قصص موجوده بالكتاب، بالكتاب يعني قصص ثابته وعليهن اسئله كنا نحفظها. جيد جيد. اي عندنا قصه الملكه ساره مهمه لان كانت قبل ما داخله، وكلمه غوا ملك والغين ملكه، وهي من الكلمات المهمه اللي تجي بالمؤنث. قصه الملكه ساره ايضا تقروها وتاكدون على الاسئله، لان ساره راح يقول لي ساره ايه تكون برنسز لوغين، هل هي ملكه او اميره؟ جت بالوزاره سنه من السنين، سارة هي ملكة وليست أميرة. شعب سارة سووا تمثال، هذا التمثال كان مصنوع من البيغ من الحجر، التمثال على شكل امرأة يعني فام وليس شكل يعني أم رجل، لأن هذا التمثال هو كان يعني ذولا شعب سارة يحبون هاي الملكة وسووا لها تمثال على شكل امرأة. عندنا بعد مسيو دوبوي، مسيو دوبوي وين التقى بالسكرتيرات؟ يعني التقى السكرتيرات أو سون بيغو يعني بالمكتب مالته. بوغوكوا مسيو دوبوي نو اكيبا اسيز يعني سيزامي، ليش ما كتب الى اصدقاء؟ لان كان يريد يسوي لهم سبرايز، بالانجليزي بالفرنسي نقول سوغ بخيس، ما كتب الاصدقاء وما وضع ما قال لهم انا راح اسافر، لان كان يريد يسوي لهم مفاجاه. العام جد الطبيب شنو اللي اعطى مسيو دوبوي؟ شنو اعطاه؟ اعطاه ميديكا، اعطاه علاج. ايش طلب منه الطبيب؟ طلب منه يعني يوميا يسوي رياضه ساعه، يعني طلب من عنده ان يكون كل يوم يسوي رياضه ساعه. هذا اتمنى لكم التوفيق. احسنتم، شكرا جزيلا استاذنا على الايضاح. استاذ حيدر تفضل. ميزامي فيت اتونسيون اي ايكوتي بيان اي اونتوندي. بالنسبه للتعويض، السؤال مالتها اللي يجي بالوزاره بالامتحان انتبه له، هاي صيغه السؤال ريبوندي دو سي كاستيون، انتبه ريبوندي يعني اجب على هذه الأسئلة. répondez de ces questions en تبه en utilisant مستخدما أو معوضا par un pronom qui convient. هاي صيغة السؤال تجي، انتبه هنا pronom ضمير مناسب، اكو برونو ريلاتيف اكو برونو كي كونفيان. برونو هذا وحدها يعني التعويض. التعويض شلون نسويه؟ راح يجيك جمل على شكل يا اما يبدي باسكو، يا اما يقلب الفعل على الفاعل، يا اما غير النبره الصوتيه. نوزافون تخوا مانيير بور بوزي لا كيستيون، عندنا 3 طرق نسال بيها. افضل طريقه للحل التعويض هو إعراب الجملة، لازم تعربها. كل جملة تتكون من فاعل وفعل ومفعول به. إذن الجملة فاعل فعل مفاعيل، المفاعيل تيجي بعد الفعل، وأكو مفعول به مباشر، وأكو مفعول به غير مباشر، وأكو ظرف مكان، وأكو يسموه كانتيتي أو بارتيتيف. راح نشوف شلون نستعملهن كل مفعول به شلون راح نتعامل وياه. أجي أعرب الجملة يسموه أناليز، هذا فاعل اللي بعده فعل، هذا فعل اشتي بمعنى يشتري، اللي بعد الفعل مفاعيل. من الشوف الست او اللو او اللا او اللي او مون او ما او مي، يعني اذا شفت ادوات التعريف او شفت الادجكتيف بوسيسيف صفات التملك او اسماء الاشاره بشرط غير مسبوقه بحرف جر، بشرط انه المفعول به المباشر ما مسبوق بحرف جر. اذا ما مسبوق بحرف جر اذا هو مفعول به مباشر. نعوضه بثلاث ضمائر، يا اما نعوضه بلو، يا اما نعوضه بلا، يا اما نعوضه بلي. طبعا اذا كان مفعول به المباشر مالتك مفرد مذكر نعوضه بلو، واذا كان مفرد مؤنث نعوضه بلا، واذا كان جمع بنوعيه نعوضه بلي. هسه هنا عندنا فاعل فعل مفعول به مباشر، ليش مفعول به مباشر؟ لان ما مسبوق بحرف جر. اجي اشوف هل هذا جمع او مفرد. هذا مفرد، زين مؤنث لو مذكر اعرفه من الاداه، من الاداه اعرف انه هذا مؤنث او مذكر. هنا مذكر اذا نعوضه بلو. شي يقول لك؟ هو يقول لك ريبوندي يعني جاوب، ومنطيك وي او يعطيك نو. هسه منطينا وي نقول وي، التو تصير جو،
الفعل هذا يتصرف ويا الجو مثل ما تصرف ويا التو، فصير أشت. من أجي أعوض أنا توجو غومبلاسي أفان لو فيرب، دائما نعوض وين؟ قبل الفعل. أبدا لا تنسون هاي التعويض، المفعول به يتعوض قبل الفعل. فلأنه عوضنا أجي هنا أخليه لين حرفين علة نسوي هيك، هذا هو. هسه صارت عندنا الجملة كاملة، فاعل فعل مفعول به، تمام؟ انتبهوا. الجملة الثانية، هذا شنو؟ فاعل. هذا شنو؟ فعل أبوار. اللي بعده شنو؟ بيبي. شلون نعرف البيبي بالجملة؟ إذا انتهت الكلمة بو أكسون أو إي أو إي أو إس أو تي، أعرف إنه هذا بيبي. والبيبي هذا لا نعوض قبله ولا ننفيه. هذا البارتيسيب باسي مالتنا اللي التصريف الثالث، أبد ما نعوض قبله. دائما نحن تعويضنا يكون افان لو فيرب، دائما قبل الفعل. فهذا هنا هسه فاعل فعل، وهذا البيبي. اللي بعده تجي مفاعيل، هذا مفعول به لأنه مسبوق بحرف جر، إذن هو مفعول به غير مباشر. الحروف الجر أكو نوعين، اللي يجي بعدها يا أما شخص، إذا شخص هذا يسموه مفعول به غير مباشر، ونعوض الضميرين، يا أما نعوض بالوي يا أما نعوض بلا. إذا كان المفعول به غير مباشر مالت اللي مسبوق بحرف جر، اللي يجي بعده شخص مفرد مذكر أو مؤنث، أعوض بالوي. وإذا كان جمع بنوعيه أعوض بلوغ. هنا أسونامي آمي يعني صديق، إذن هو شخص، إذن هذا مفرد مذكر أو مؤنث مو مشكلة، راح نعوض بشنو؟ بالوي. شي يقول؟ يقول جاوب أجب، لا تنسون هاي وي إل آ بارلي. هنا إحنا نقول نعوض وين؟ قبل الفعل. مو تعوضون هنا ما لكم شغلة بهذا، هذا البيبي من عوض قبله ولا ننفيه، نعوض وين؟ هنا. إذا انطانا نفي، حالة نفي، راح ننفي الفعل ومجموعة الفعل، لو فيرب اي جروب دي فيرب، الفعل ومجموعة الفعل، أخليه أونتر نو اي با، هذا ما ننفي. جملة رقم ثلاثة، هذا لي زيتيديون، هذا الفاعل مالتنا، روتيان هذا الفعل مالتنا، واللي بعده شنو؟ مفاعيل. هذا مفعول به شنو؟ مفعول به مباشر. ليش؟ لأنه ما مسبوق بحرف جر. هل هو جمع أو مفرد؟ لا جمع، مبين من الأداة بها أس، إذن هذا أعوضه بلي. من أجي أجاوب، أنت حر هنا، أنا تريد هذا تعوضه بالجمع أو تريد تنفسها تنزلها. وأجي أنزل الفعل مالتي روتين نفسه، وأجي أعوض وين؟ نعوض دائما قبل الفعل. رقم أربعة، كاتخيم، أجي هذا فاعل، هذا شنو؟ هذا فعل كونتخ، مجموعة ثالثة بمعنى يعرف. اللي بعده شنو؟ مفاعيل. هذا مفعول به أيضا شنو؟ هو مباشر. ليش مباشر؟ لأنه ما مسبوق بحرف جر. هل هو مفرد أو مذكر أو جمع؟ أعرفه من الأداة، مفرد مذكر، إذن أجي عوض بلو. أجي أجاوب وي، الفو صير نو، لنجاوب أنتم راح يصير نحن. الفعل يتصرف حسب الفاعل، حسب الفاعل. من اجي اعوض وين اعوض؟ انا تجي رومبلاسي افان لو فيرب، نعوض قبل الفعل. رقم خمسة، سانكيام، هنا الاسكو بمعنى شنو؟ هاي يسموها صيغه السؤال، اللي بمعنى هل، اللي بعدها فاعل، افوار فعل، أبيتي هذا بيبي، انتبه لي، هذا بيبي، فاعل فعل بيبي. اللي بعد البيبي يجي حرف جر، احنا قلنا عندنا حرف جر اثنين، يا اما يجي وراء شخص هذا مفعول به غير مباشر يسموه كومبليمون دوبجي انديريكت، او يجي وراء شيء كان يكون مدينه، كان يكون اي شيء، شيء بدون شخص، اذا هذا يسموه كومبليمون سيركونسانسييل دو ليو، ظرف مكان. وظرف المكان نعوض الضمير واحد بغض النظر إذا كان مفرد أو جمع، مؤنث أو مذكر، ما لي شغلة به، لمجرد أنه أشوف أنه إجا وراء حرف الجر شيء، إذا نعوضه بإيجرك. من أجي أجاوب أقول وي نو،
الابي صارت ابون، الابي تي. اجي اعوض وين؟ توجور رمبلاسي فو نوبليي با، لا تنسون ابدا، نعوض قبل الفعل، اجيب الايجراك هنا. اذا اريد بنا في دائما انفي الفعل ومجموعه الفعل يسموه لو فيرب اي جروب دو فيرب، اخلي نو واخلي با. سيزيام، هذا الفعل باع، قلنا احنا من البدايه عندنا ثلاث طرق نسال بيها، يا اما يسال بالاسكو، يا اما يقلب الفعل على الفاعل، يا اما غير النبره الصوتيه، وذن ثلاثه باع هاي النبره الصوتيه. زين، هنا باسكو وهنا قلب الفعل على الفاعل. اجي هذا بالبدايه هذا فعل بولوار، اللي بعده فاعل بوار، هذا فعل ثاني. شلون اعرفه فعل ثاني؟ اذا انتهى ب او ار او اي ار او او اي ار او ار او، اعرف انه هذا انفينيتيف يعني مصدر، والمصدر فعل ثاني. شكو بيها؟ اذا فعل فاعل هذا يسموه دوزيام فيرب، فعل ثاني، اللي بعده تيجي مفاعيل، لانه هذا المفعول به مبدوء يسموها ارتيكل بارتيتيف، اداه تجزئيه. اذا نعوض المفعول به مالتنا بأون، ايضا بغض النظر اذا كانت مؤنث او مذكر، جمع او مفرد، بدون اي تدخل، بس ضمير واحد الأون. من اجي اجاوب اقول وي، انتبه لي، نو فولون بوار، هذا الفعل ينزل، احنا شنو نعوض؟ نعوض قبل الفعل. طيب هنا عندنا فعلين، من عندنا فعلين دائما نعوض قبل الفعل المصدر. يقول سي نو زافون دو فيرب دانز اون ميم فراز توجور رمبلاسي افون لو فيرب الانفينيتيف، دائما نعوض وين؟ قبل الفعل المصدر. مي، لكن من اريد انفي هالمره انفي بس الفعل، مجموعه الفعل ما لي شغله بيها هنا، لان هذا مفعول به مال بوار. واضح؟ تمام استاذ؟ شفت ايدك، احسنتم، شكرا، بارك الله بكم استاذ. اعزائي طلبه الصف الثالث، بسيط يعني حتى يعني يجاوبونا، حتى مو بس هم يسالون، خلي احنا بنسالهم. نعم، اعزائنا الطلبه، اكو سؤال، يعني سؤال الاستفهام من الاسئله يعني المهمه، وشو يعني قليل يحتاج المعنى، الطالب يتجنب هذا السؤال وما يجاوبه، البعض من عندهم يترك هذا السؤال. اكو شغلات فنيه ممكن يعني حتى اذا ما تعرف المعنى او تعرف جزء من المعنى تجاوب على هذا السؤال، يعني السؤال بدل ما تخسر عليه تخسر يجي عليه 10 درجات، وهذا السؤال موجود بالثالث وموجود بالسادس، موجود حتى بالرابع الان. هذا السؤال بالثالث شوي يجي اصعب حتى من السادس، لانه يجي بدون اسقاطه، بدون كلمات. شلون فنيا انت حتى اذا ما قاري او ما كلش فاهمه تقدر تحصل على هذا كم درجه من السؤال؟ هذا السؤال اول شيء مين الميزه؟ السؤال الوحيد اللي نلقي خط تحت الكلمه، يعني شلون باللغه العربيه يقول اعرب ما تحت خط، احنا بالفرنسي ما عندنا اعراب. يقول استفهم عن الذي تحت خط، يعني هاي الكلمه اللي تحتها خط نخلي بمكانها اداه استفهام. ادوات الاستفهام حتى اذا ما تعرفهم راح تلقيهن بموضوع نقل الكلام المباشر وغير مباشر، اكو فد ثلاثه من عندنا او اثنين. فاداه الاستفهام عندنا الاو هي تسال عن المكان. فهذا اللي تحت خط اذا كان مكان مثلا اباغي، الوندري، او سينما، تياتر، كافيه، غوستيرون، يعني اللي تحت خط لو كان مكان تحذف الكلمه اللي تحت خط وتخلي مكانها اداه الاستفهام. هاي اداه الاستفهام ممكن تخليها بمكان الكلمه، ممكن الافضل تخليها في بدايه الجمله. شنو اللي تسوي؟ بس تخلي اداه الاستفهام وتخلي بنهايه علامه الاستفهام، لان هو منطينا جواب يقول دغوفي لا كاستيون، يعني جد الجواب، فانت ما خسران شيء، راح تلقي نقطه تخلي بمكان النقطه الجمله نفسها، اكتبها الجمله ست جمل، اكتب نفس الجمله، احذف اللي تحت خط، خلي بمكان اداه الاستفهام وخلي علامه استفهام. بعد من ادوات الاستفهام كي، هي اللي كيو يو اي كي، يعني بالانجليزي هو من، هاي تسال عن العاقل، راح تلقي اسم شخص او تلقي مثلا لو ديريكتور المدير، وبروفيسور الاستاذ، الشيف لو بير الاب او الام. اذا لقيت اللي تحت خط شخص او مهنه شخص تخلي مكانه كي، لان تسال عن الاشخاص. الكومبياندو اداه استفهام تسال عن الرقم العدد، الكومبياندو كم العدد، او كل ايج كم العمر، هذني اداتين. اللي تحت خط اذا كان رقم بدون كلمه يعني ساعه يعني اور،
نخلي بمكانها كومبياندو، واذا موجوده كلمه ايج نفسها بالانجليزي تقول كل ايج يعني كم العمر. اذا لقيت رقم ورا كلمه اغ يعني ساعه اور نقول كلاغ، نقول كلاغ وتخلي علامه استفهام في نهايه الجمله. عندنا الكوند متى، متى تسال عن الظرف الزمني، مثلا كون فوزالي الا على اليكول او الا ميزون. فهذه الادوات اذا لقينا تحت خط هو وي ونو، كلمه وي ونو نخلي اسكو، هاي من ادوات الاستفهام. هاي بالنسبه لموضوع الاستفهام. موضوع اخر، موضوع اخر هو موضوع حروف الجر. بابا حروف الجر باللغه الفرنسيه مو سهلات، لكن الحسنه اللي بيهن يجن اسقاء، يعني يجن 50-50 اختيارات، يعني يجيك اختيارين تختار واحده من عندهم. ممكن بسهولة نعرف ثلاثة منهن، وخصوصا يجن يسموها ويا الكلمات الصحة والألم. كلمة مال يعني ألم، احنا نسميه وجع ألم، كلمة M-A-L مال. هذه إذا نشوفها قبل الفراغ كلمة مال وبعد الفراغ نختار الأيات، ما نختار الدوات. يعني إلى مال مثلا ألاتيت يعني رأسه يوجع. اللي بعد علامة الاستفهام إذا مفرد مؤنث يقول ألا، إذا مذكر نخلي أيو يعني أو بغا مثلا ذراعة يوجع. وأيضا يجن ويا وسائل النقل، إذا وسائل النقل اللي تكون يعني وسيلة نقل مو مكشوفة، مو مثل يعني السيارة والقطار والطائرة، هاي تكون مغلفة، فنستعمل ويا حرف الجر الإي إن الأو. وإذا عندنا مكشوفة مثل الباسكيل والبيادة خليها حرف الجر الآن. وحروف الجر الأخرى يعني كل حرف جر مثلا الشيا والأذك تأتي مع الأشخاص. إن شاء الله أتمنى لهم التوفيق. أحسنتم أستاذنا. أستاذ حيدر شنو عندك ردت توضحها؟ على دقيقة بشير من كربلاء. أي عندنا بشير من كربلاء، تفضل. يعني بشير تفضل حبيبي. استاذ بلاش اخ مالك، بس موضوع نقل الكلام. نقل الكلام. نقل الكلام. اوكي اوكي ماشي ان شاء الله. عندك سؤال اخر بشير؟ بشير عندك سؤال اخر؟ ماشي هذا هو ان شاء الله سهله يجاوبه عليه الاستاذ. نقل الكلام. نقل الكلام. نقل الكلام غضب. اي هو هذا هذا زين عاد خوش مناسبه. انتبه لي. بشير نقل الكلام صيغه السؤال شنو هي؟ اكتب لك فوق غا بورتي ان ديسكور، تعرف انه هذا ديسكور يعني نقل الكلام، هذا العنوان مالتها. نقل الكلام عندنا ثلاث جمل، خبريه وامريه واستفهاميه. شلون نعرفين وشلون ننقل الكلام مالتهن؟ اذا كانت خبريه شلون راح ننقلها، واذا امريه شلون راح ننقلها، واذا كانت بنا في امريه شلون، والاستفهاميه. انتبه لي زين. ممكن استاذ دقيقه ناخذ سميه من كربلاء. تفضلي بابا سميه. السلام عليكم. عليكم السلام بابا، تفضلي. انا بس اسئله المحاورات، المطلوب منا ان نقرا بس الاسئله، لو المحاوره هم يعني لازم نفهمها او نقراها ونفهم معلومات منها. مباشر جاوب عيني. لا المحاورات هن وردت من الوزاره حتى يعني الثالث والسادس، اسئله يعني ثابته. يعني الاسئله ما نقرا المحاوره، ما لنا علاقه بالمحاوره. المحاوره اذا نقراها بس على مود نفهم القصه، لكن اهم شيء هو السؤال والجواب اللي موجودات. يعني هذا كل محاوره بها تقريبا 6 أو 7 اسئله عليها. والمحبون انتروغاسيون هاي اعرفها استفهاميه من العلامه مالتها، يعني حضرتك انت تنتبه للجمل ايش بيش منتهيه، اذا بنقطه اذا بعلامه استفهام علامه تعجب تنتبه لها. كيسكو تو شيرش، اذا بدت ايضا بصيغه السؤال الكيسكو اوكو، الكيسكو هاي أو الكو إذا انتهت إذا بدأت الجملة بها تتحول إلى سكو، من تنقل الكلام تتحول إلى سكو. الكو والكسكو انتبه لها زين. فلأنه بدأت بكسكو شو تقول ال ديموند، هاي من عندك وتصير سكو، ونفس الجملة تنزلها مالك شغلة بها، لا تجاوب عليها مالك تنزل، لأن أنت إذا تنقل الكلام هو متغيرة.
هنا بدت اكريفيفو سيت باج، هنا علامة تعجب، باردون، هنا خلينا نقول استفهامية، اكريفيفو سيت باج، إذا هاي انتهت باستفهام وبدت قلها بالفعل على الفاعل هاي بمعنى أسكو، هاي بمعنى أسكو، والأسكو من ننقل الكلام مالتها تتحول إلى سي. فرق بين أسكو وكسكو، انتبه، الكسكو والكو صير سكو والأسكو صير سي. فهنا أنا من أجي أنقلها أقول الديموند سي باوع سي صارت، والفو اكريفي تكتبها مثل ما هي سيت باج، تنزل الجملة نفسها. إذا بدت بأسكو قلنا شو تتحول إلى سي، يعني أقول مثلا هنا أسكل أ أنفويي لا لتر، أقول إل ديموند، الأسكو تنقلب إلى سي وتكمل جملتك مثل ما هي أنفويي، يعني حضرتك أنت بس تعرف أنه الديموند تكتبها من عندك والباقي كله تأخذها من الجملة. إذا اجت هاي نسخ تيبا واجت هاي بوان اكسكلاماسيون علامة تعجب، يعني هاي أمرية، الأمرية شلون أنقل كلامها؟ أقول ال ديموند، انتبهوا لزين ال ديموند لأنه أمرية، ال ديموند دو، هاي ورا كل دو باللغة الفرنسية الفعل يصير مصدر، فهنا لازم أعرف هذا الفعل شنو مصدره، شنو ومن يا مجموعة سوختي، هذا فعل سوختيغا مجموعة ثالثة. زين النفي وين نخليه؟ إذا أجت الجملة منفية بالأمر راح يطلع النفي خارج الفعل، يصير نو وبا، يعني أقول إل ديموند دو نو با سوختيغ، ترجع مصدر، تنتبه، واضح؟ أحسنت وسال. معانا زهراء من كربلاء، تفضلي بابا زهراء. يبدو أننا فقدنا هذا الاتصال. نعم، عفوا سألنا هذا ما يتعلق في موضوع اللي سأل عنه. نعم، الولد نقل الكلام ابن بشير. نعم، في موضوع نقل الكلام. زين، بعدكم مواضيع في مادة اللغة الفرنسية اللي يعني مثلا انت تتمنى يسألوه وما سألوه الطلاب مثلا؟ احنا هسه اللي دا نوضحها على الصبورة هن ذني أسئلة موجودة المهمة. تمام تمام يعني كل واحدة هسه شرح الأستاذ على الأزمنة 20 درجة بالضبط، من شرحت التعويض 15 درجة، هذه ثابتة ذني ثوابت يعني قانون بلد. وهسه هذا الرابورت اندسكور نقل الكلام أيضا عليه 10 درجات، بقى المؤنث اللي هي 5، اي والمحاورات، محاورات طبعا تقولون المحاورات سؤال وجواب ضروري ضروري عليه 15 درجة. ثانيا اكو مرادفات يسموه سينونيم والكونترير واللونوم، الاسماء والمرادفات والمعاكسات لازم تعرفوها، موجودة بالوزاري بالاسئلة اللي جابوا لكم اياها. أحسن. يعني مال الوزارة ساحدر. يمكن هاي سمية بتنا سمية هم سألت سؤال ما كملنا لها جواب. بالنسبة سمية سألتنا على المحاورات، بابا محاورات أعلمكم على طريقة، هو احنا قلنا من نعرف الشخصية، هسه مثلا شخصية فلان مثلا مدرس يعني اختصاص لا بس الشفاء مثلا عندنا شخصية مثلا مدرس اختصاص فرنسي، نعم. يقول له مسيو حيدر، هو اختصاص انجليزي، لا مبينة خطأ. فعندنا هاي الشخصيات احنا اللي موجوده بالحوارات، افهم الشخصيه اذا غير خطيه. رجعت زهراء اللي انقطع، تفضلي بابا زهراء. استاذ بس الموضوع الاستفهام، اي نعم، بس تشرحوا لنا يعني لان هو مشعب شويه، مو شرح بسيطه، ما يخالف شرح مو شيء، ممنون. يلا استاذ حيدر اشرح لنا الاتصال. اهلا وسهلا. اوكي العفو، بس بالنسبه للمحاورات يعني، فهذه الكلمة إذا تغيرت كلمة، يعني أنا فهمت الشخصية، إذا تغيرت الكلمة قلنا هاي إحنا الأرقام اللي عندنا، وعندنا مثلاً أوليفير جيرارد، هذا هو أخشتكت مهندس، إذا قال بروفيسور يعني خطأ. مسيو دوبي من خرج من طلع راح المدينة بيغيني، إلى قرية البيغيني مثلاً، يقول إذا راح إلى غير مدينة فهاي تعتبر خطأ. فأفهم السؤال هيش فهم، وإذا تغيرت كلمة بالسؤال أعتبره خطأ، إذا نفسها أعتبرها صح.
واذا اسقاطات، والسؤال المباشر احنا ما نقدر. عندنا بعد من الاسئله الجيده هي ميغماغو، هاي المزارعه، مزارعه اجريكولتير اي، هاي المزارعه ايش تزرع؟ كانت تزرع المايس ولا تزرع الفخيت اشجار الفواكه؟ وراحت للبنك على متاخذ نقود تشتري، يعني تشتري اراضي. وعندنا كورينو باسكال مهمه ولازم تجعليها في سؤالين. كورينو باسكال كانوا يسافرون بشهر يعني بالفصل الخريف بالاوتيو، اذا قال ربيع واذا قال فصل الشتاء هاي تعتبر خطر. كورينو وباسكال عطلت سيارتهم، وين عطلت سيارتهم؟ افون 15 كيلومتر دو لا فيلاج، عطلت سيارتهم لان با دو شانس. ليش ما عندهم حظ؟ لان عطلت سيارتهم قبل ما يوصلون الى القريه. باسكال وكورين كانوا يبحثون عن جراج على مود يصلحون السياره مالتهم، فاذا ناكد عليهم ان شاء الله. واتمنى لكم التوفيق. بس بالنسبه لزهراء سالت على الاستفهام استاذ حيدر، يحتاج سبوره. نعم، هي هذه الاسئله اللي ممكن الطالب استاذ يتخوف من ادها. هي الاسئله مالتنا واضحه. نعم 100% واضحه. شنو نقل الكلام اللي شرحناه؟ رابورت اند سكور. الازمنه هذا سؤالين. حروف الجر، حروف الجر فرع زين، وعندنا تعويض هنا البخونوغلاتيف اللي هو ضمائر الوصل. نعم. زين، والتعويض يعني اسئله يعني معروفه. ربط الربط اداء بخونوغلاتيف هو ضمائر الوصل، لسه نشرحها ان شاء الله. بلي بلي هذا زين. ذني ثابتات، ثوابت يعني ثوابت. بقى انه يضيفون مثلا المؤنث او يضيفون حروف الجر، او مثلا احتمال انه النفي موجود جمل ننفيها زين، او مثلا يضيفون ذني الشغلات الحروف الحروف الجر هاي ما عندهم هن ذني. هذا المنهج مالتنا هو معروف مكشوف، فلذلك يعني الاسئله نفسها اللي نكتبها هي موجوده وهي تجي. ليش سالت الساحدر بالبدايه؟ قلت له هيكليه الاسئله او المواضيع اللي راح تجي شلون تكون معروفة يعني تقريبا النذني، يعني ماكو أي اجتهاد، ما من حق أي أستاذ يجتهد. بس هو أنا متأكد إنه متعلقة بالطالب نفسه، هو يكون أكيد مواظب وياكم أكيد إذا متابع السنة. الأستاذ إذا متابع الأستاذ يعني سهلة، وفعلا فعلا سهلة الأسئلة كلش بسيطة إن شاء الله. لأنه هي اللغة الفرنسية هسه هو هذا المنهج هو تجريبي، فلذلك ما يصعبه مثل مال الانجليزي مثلا او الرياضيات يجيبون مسائل خارجيه وكذا. لا، احنا مقيدين بالكتاب وبالمنهج. احسنتم. تفضل ساحي. تبوا علينا اعزائنا الطلبه. موضوع الاستفهام، موضوع الاستفهام اول شيء عزيز الطالب لازم تكون انت حافظ ادوات الاستفهام. يعني هذا السؤال احنا قلنا هذا السؤال نعرفه شلون نعرفه؟ نلقي جمله مثلا هنا راح اقول ايل il va à Paris. ناخذ خط تحت il va، يعني هو ذهب الى باريس. أباريس مكان، أباريس مكان. فاحنا شو نسوي هذا السؤال؟ قلنا نعرفه من خلال الكلمه اللي تحتها خط. نكتب ادوات الاستفهام، انت اللي حافظهن ادوات الاستفهام اكتبهن يم السؤال على بد نعرف. فهذه او اين تسال عن المكان، شلون اجاوب؟ انا هاي الجمله راح ارقمها، راح اقول هنا راح اقول il va. هذا اللي تحت خط يحذف وخلي بمكانه او، ما انسى علامه الاستفهام لان هنا مكتوب بالسؤال هو يقول يريد question، نفس الكلمه بالانجليزي question. فهذه اداه الاستفهام. ممكن اداه الاستفهام هاي اجيبها ببدايه الجمله، اقدم الفعل على الفاعل هم يصير، لكن هاي ابسط حل هو هالشكل وهذا مو خطا. نيجي اثنين ومهمة جدا، الاسكو أداة استفهام بمعنى هل، حتى باللغة العربية هل جوابها بنعم أو لا. فاسكو فوزيت اتيديون، اسكو فوزيت بروفيسور، هذه لما نشوف يعني اللي تحت خط مثلا نلقي كلمة وي جو سوي بروفيسور أو بروف وي. فهنا لم ملاحظة واحدة، إذا يكون بالجواب جو هنا ايش راح يقول لي؟ راح يصير اسكو. اسكو هذه الجو نحولها إلى تو. اسكو اسكو تو ايه؟ بخوف. علامة استفهام. هل أنت أستاذ؟
هذه الكمون نقدر نعتبرها. بس ناخذ اتصال. نعم. نعم. معانا مريم من النجف، تفضلي بابا مريم. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام ورحمه الله، تفضلي بابا. استاذ اريد شرح مبسط الموضوع التعويض، لان شويه هو الموضوع يدوخ وصعب، فيعني اريد هيك نقاط مبسطه الى حتى اقدر افهمه. واضح 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 سؤال ان شاء الله. ان شاء الله بشكل مختصر. اوكي ان شاء الله يجاوبك. اوكي سؤال اخر ما عندك تفصيل؟ اوكي بعد نعطيك عيني. هاي ماشي كمل. شكرا لاتصالك يا مريم. فهذه الاسكو الى هذه الاداه، هاي الكمون نقدر نعتبرها اصعب وحده بهن، لان هاي تسال عن هوايه شغلات. كمون سافا سافابيان، كمون توتابيل يعني كيف حالك، تسال عن الاسم كمون توتابيل جومابيل نقدر نخليها، كمون فوزالي اليكول جوفي ان فواتير، فتسال عن وسائل النقل، تسال عن الاسم، فهاي نخليها بالاخير اذا اريد نحلها، لان هذا تسال عن شغلات هوايه. وعندنا هاي الكو، هذه الكو اللي تختلف عن هذا، هاي الكو هذه الكلمة تسأل عن الأشياء لغير العاقل، يعني اللي تحت خط مثلاً يقولوا ستيلو، واضح؟ نسأل نعم. بشكل مختصر بس أجاوب اللي مريم الطالبة مريم على التعويض بابا بشكل مختصر، لأن هو أستاذ حيدر شرحها بالتفصيل يعني بشكل كافي، لكن على مود تتبع خاف ما يعني شانت ما متبهة أو هم حتى لو كانوا مثلا فاتتهم الحلقه اي اعزائي الطلبه تقدرون ترجعون على هذا السؤال. اول شيء هذا السؤال سؤال الاستفهام، نميزه بالضبط من كلمه وي بعد علامه الاستفهام او كلمه نو. عرفت السؤال شنو اللي اسوي؟ مباشره اكتب جميع ادوات يعني ضمائر التعويض، اكتب هذا اللو واكتب الله واللي على مود لا انساها، بعدين عدي الغير مباشر هذا للوي، وعدي هنا هذا اللي والإغريك والأون. طبعا التعويض الموضعي موجود لكن شوي نوعا ما صعب، فهي تجي عليها جملة واحدة حتى ذا مشكل ترك نخليه بالتعويض الموضعي. هذا الكلمة لما نشوفها نفسها نكتبها، والكلمات اللي هن علاقة باللو هي كلمة المون والتون، وهنا عندنا السون، هذه الكلمات وهاي السيت. هاي الكلمات إذا أشوف هاي الكلمات أعوض باللو، إذا شفت هذه الكلمات الما التا السا وهاي المهمة جدا السيت وحتى الفوتخ نعوض بالله، نعوض بهاي الأداة اللي واضحة هي نفس هاي الكلمة، أو نلقى هاي الكلمة السي والسي وعدنا الفو والنو وهذا اللغ. إذا شفنا هاي الكلمات نعوض بالله. هذه المهمات هذا من نعرفين إذا لقينا الآيات، يعني لقينا الأي ومشتقات الأي، الأي والأي والألا زائد شخص مفرد، شخص مفرد مذكر أو مؤنث يصير الوي. لكن إذا لقينا أشخاص هنا زائد أشخاص راح يصير لغ. الواي كل ما نلقى اي يعني حروف الجر الاي ومشتقات الاي والدونس، الدونس مهمه شو يساوي لنا؟ يساوي لنا الاغريك. هذه الاو ان نلقى مكان مسبوق بالدو، يعني بهذا الدو والدو والدو لا، او نلقى ارقام واحد واثنين زائد اسم يساوي الاي ان. هنا راح احط مثال عليهم ايش منهم كلهم. مثلا هنا ايل ايلا دوني، إلى دنيا هو أعطى. هنا عندي كلمة ستيلو، هاي كلمة ستيلو أي كلمة من ذني تسبقها أعوض باللو، واضح؟ أي كلمة مثلا هو أنطى لو ستيلو أو أنطى سو ستيلو، هذا لو أو سو، لأن إحنا شنو عندنا مثلا انتبهوا عليه على متفهم، هذا ستيلو يعني قلم، أنا أقدر أقول القلم وأقدر أقول هذا القلم وأقدر أقول قلمي وأقدر أقول قلمك، فهذه تعوض عن الاسم المفرد المذكر، هو الستيل المفرد المذكر. أي وحدة من ذني الأدوات صفة تملك صفة إشارة تسبقه ويصير ضمير التعويض، هنا راح يصير وي إيل لو آ دوني، ضمير التعويض يكون قبل الفعل. هذا علة بعلة يحذف ويصير هالشكل. إذا هنا كانت عندي كلمة فوتو، فوتو يعني صورة، فأي كلمة من ذني مثلا أنا أقول الصورة أقول صورتي، تاء
صورتك صورته او هذه الكلمه اللي غالبا تجي الست. فاي كلمه من ذني تجي انا لازم اعوض بالاي، اي كلمه من عندنا اعوض بالاي. هذا ستيلو اذا سبق باي كلمه من ذني الجمع هاي الكلمه هنا وياها اس اعوض. بيش الطالب يدوخ بابا احنا هذا الاي وهذا الايو وهذا هنا الالا وهذا الابوستخو. هذه اذا وراها اشخاص شخص مفرد تصير الوي، اذا زائد مكان يساوي لنا واي. يعني اكو مشتركات بين ذن الضمائر الاثنين، هذا للوي هذول هذول الضمائر ينسبقون يعني بحروف الجار. مثلا اقول انا جو بارل اعلي، انا اتكلم الى علي عوضها باللوي، بس من اقول جو في اباري انا رايح الى باريس عوضها بالاغريك. واضح؟ واكو علاقه بين الاي ان والواي ذول اثنيناتهم. مثلا اقول ايل فا اباري راح الى باريس نعوضها بالواي، اذا جاء من باريس نعوضها بالاي ان. يعني اذا المكان سبق بالدوات هذا بالدي اي والديو والدولا، او تجينا ويا ادوات التجزئه مثلا المونج دفخوما ياكل جزء من الجبل، او نلقي ذن الادوات في الغالب زائد مكان او شيء يساوي لنا الاي ان بعد ما ندوخ بهن ايش يعني بالتعويض. فهاي الطريقه ممكن نحل سؤال التعويض. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. احسنتم استاذنا الفاضل على هذه المعلومات اللي اكيد اكيد تفيد طلبتنا الاعزاء اللي راح يوم غد يمتحنون. ما ادري استاذ حيدر اذا عندك فد اضافه فد شيء تعليق. بس ما سالوا على الكوما والتيف. اي نعم ضمائر الوصل. اي نعم ضمائر الوصل. ضمائر الوصل مهمه كلش مهمه تجي طبعا اكيد، لانه يجي التعويض وهي هاي البخونوغولاتيف ضمائر الوصل تعتمد على التعويض. يعني لازم انت ضابط التعويض لان هذا سؤال مكمل للتعويض. يعني التعويض وهذا 25 درجه، التعويض عليه 15 والبخونوغولاتيف عليه 10، فذني متزامنات يعني واحد وراء الاخر تماما. فاكيد يجي نبذه بالعربي انطيك زين وبعدين اشرحها على السبوره لانه مهم. وان ما سالتوا عليه وانتم ما ادري تعرفوه او ما تعرفوه، هذني راح يعطينا جملتين وهاي الجملتين تتكون من فاعل وفعل ومفعول به، جملتين مستقلات كل جمله بها فاعل فعل مفعول به، فاعل فعل مفعول به جملتين، لكن هاي الجملتين بها متكرر. هذا المتكرر نشوفه بالجمله الثانيه، المتكرر نشوفه بالجملة الثانية. شنو موقعه؟ إذا موقع فاعل هذا المتكرر راح أربط الجملة مالتي بكي، وإذا كان المتكرر مالتي بالجملة الثانية هو مفعول به مباشر راح أربط الجملة مالتي بكو، وإذا كان المتكرر مالتي بالجملة الثانية هو ظرف مكان راح أعوضه أو أربط الجملة مالتي بأو. البخونوغولاتيف بمعنى مثلا هسه راح أجيب لك بالعربي، علي دخل الصف، جملة علي دخل الصف فاعل فعل مفعول به، علي طالب مجتهد أيضا جملة، هاي علي طالب مجتهد أيضا فاعل فعل مفعول به، لكن ذني الجملتين المستقلات به المتكرر، المتكرر من هو؟ علي. علي أشوفه بالجملة الثانية شنو موقعه؟ إذا موقع فاعل أربط الجملة بكي، وإذا كان علي موقع مفعول به مباشر أربط الجملة بكو، وإذا كان علي موقع بالجملة الثانية وظرف مكان أربط الجملة بأو. إحنا عندنا بالضمائر الوصل نفس الاسم الموصول باللغة العربية، علي دخل الصف، علي طالب مجتهد، أقدر أسويها جملة واحدة. شلون؟ أقول علي الذي دخل الصف طالب مجتهد. إذن أنا شنو رفعت التكرار وبنفس الأهمية طيته أهمية لمن العلي، فقلت علي الذي، الذي من هو؟ علي. فدائما هاي أداة الربط دائما مسبوقة بالاسم اللي عوضته. أحسنتم أستاذنا شكرا جزيلا. معانا عبد الله من البصرة وتقريبا يمكن اتصالين ما عندنا وقت بعد. تفضل عبد الله. ما أقل أستاذنا العزيز أنا مسأل للأساتذة أيه؟ هاي الدروس بس المتميزين كافة المناهج كافة اللي مشمولة الصفوف يعني كل الصفوف لا بس المشمولين باللغة الفرنسية. أكو بعض المدارس مو بس المتميزين
اكو بعض المدارس عندهم المتفوقين غيرها. اي نعم. شكرا لاتصالك، شكرا لاتصالك يا عبد الله. تفضل شاه زنان من بابل، تفضلي بابا. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بابا، تفضلي. تعويض. التعويض مو شرحه الاساتذه، السكان يشرحها. زين بابا تقدرين ترجعين بالبث المباشر على قناه كربله باليوتيوب. التعويض يعني شنو بالتعويض؟ شنو سؤالك بالتعويض؟ الضمير التعويض وين ينحط بالضبط؟ يعني بعد بالضبط قبل الفعل، يعني بعد الفاعل. تجاوبين من تجاوبين السؤال من التعويض يصير قبل الفعل، مو قلناها تجور قبل الفعل دائما قبل الفعل. ايه. بعد الفاعل، بعد الفاعل وخلاص. واضح بابا؟ ايه بعد الشاهد زنان. مثلا شكرا لاتصالكم. شنو عندك استاذ؟ بس موضوع النفي بابا، موضوع النفي العام ما داخل السنه مطلوب موضوع النفي. بل وانا اتوقع يجي عليه سؤال موضوع النفي بابا. أي. النفي، لان النفي عندنا ست حالات بيه تقريبا، هو النو والبا والنو والبيرسون والنو والغيان والنو والفيرب والبلو والنو والفيرب والبازنكو. يعني ذن حالات النفي، اول ست حالات بالنفي نقراهن، احتمال يجي عليهن سؤال. بلي. لان كان النفي من ضمن المواضيع المحذوفه سابقا، هسه رجع. نعم. ف يعني اغلب الطلاب ما قاري. بلي. فالنفي هو ما بيفتشي، يعني اكو كلمات تجي، يعني اكو كلمات تجي بالجمله. يعني الكلمه يحذفها خمس كلمات يحفظن يسيطر على النفي، واذا كان ضمير الفاعل تو او فو بالجواب يتحول الى جو وخلاص. ونعرف سؤال النفي من كلمه نيجاتيف. واضح بالسؤال موجود كلمه نيجاتيف، يعني نفي بالانجليزي نفس، يعني نفس اي نفس الانجليزي، نفس السؤال الانجليزي. احسنتم استاذنا، شكرا جزيلا. استاذنا في الدقائق الاخيره بالبرنامج استاذنا، نصيحه لابنائنا الطلبه اللي راح يمتحنون يوم غد ان شاء الله في هاي الماده اللي هي تعتبر الان هي بالنسبه لهم ماده اخيره. نعم. ان شاء الله غدا نرجو من الله انه تكون الاسئله سهله، وان شاء الله هي سهله. هي تخلون بالكم انه سؤال على نقل الكلام، هذا سؤال 10 درجات. السؤال الثاني اللي هو التعويض لبخونو، اللي تعويض كونفيان، التعويض بالضمائر اللي هي المفعول به المباشر وغير المباشر، هذا سؤال ثاني. السؤال الثالث هو